ايش رايك في دنيا اختك؟ ابي اعرف يعني شلون تصرفاتك في البيت؟ ايش قاعده تسوي؟ مطلع عينكم هاديه؟ يعني شنو هي بالضبط؟ تعرفين انا ادور على واحده هاديه تناسبني. انا هاديه وما عندي سوالف ومو مطلعه عين ولا احد بالبيت. انا اناسبك صدقني، انا احبك جود. وين سرحتي؟ وين انا بمشي. زين لحظه، ما جاوبتيني. لا انا تاخرت على الدوام. زين اخ خليني ادفع الحساب. زين بمشي بمشي. لا لحظه، جود اسكيوز مي. جود ايش في هذا؟ جود ايش فيك؟ وين كنتي؟ ماكو شيء، بس شويه ضايقه خلقي، يعني مو ضايقه بس. ايش فيك؟ ابوك في شيء؟ بس كنت مع مشعلو وسالني عن دنيا وقالت نبي خطب دنيا. شو الكلام اللي تقولينه من صدق جود؟ انت قاعد تحكين جد؟ انا مستحية من تصرفي هذا. ماني عارفة ليش تصرفت كذي. لما هديته ونحشت حسيت كني أقول له ما أبيك تاخذ أختي دنيا. فعلاً أنتي قبية، المفروض إنك تواجهينه وتقولي له أنا اللي أحبك وما تخلينه يروح حق وحدة ثانية. ما أقدر أتصرف كذي، ما أقدر أقول له كذي. أنا أنحرج، أستحي حسيت روحي غبية. غبية وثولة بعد. تدري لو أنا مكانك وأحب واحد كثر حبك حق مشعل، والله ما أخلي غيري تهنى فيه. غبية صدق. غريبة تصرفات جود، صدق غريبة. الحين أنا أكلمها بموضوع مهم مثل هذا تهدني وتنحاش؟ لا مو طبيعي مني، صج رقلة بس مو لهالدرجة. عاد ايش فيك ساكت اليوم؟ ما تحكيت من دشيت وانت ساكت. خير؟ لا ماكو شيء، بس ما عندي شيء اقوله. انت ما عندك شيء تقوله؟ انت كله تلعلع بس ما ادري ايش فيك هالايام. على العموم الشباب يسألون عنك، ما قاعد تمر الدوانية، صار لك فترة مختفي. مرنا اليوم كلنا موجودين. ان شاء الله اليوم بمركم. وجريب ترى بنطلع شاليه، ها رتب امورك، كلم سامي بعد. حاضر اكلم. اقول احمد بسالك سؤال. ايه تفضل اسال. شنو اكثر شيء لفت نظرك في البنت علشان تحبها؟ جمالها وشكلها، عقب السنع، الدلع، الاخلاق، يعني وشغلات وايد. شكلها وجمالها؟ طيب إذا ما في لا شكل ولا جمال بس محترمة، أهم شيء بهالحالة أكون أحبها، يعني أحبها.